التقت مجموعة رسل الرحمة من مناطق بيت لحم وبيت جالة وبيت سحور في مركز العائلة الفرنسيسكاني للاحتفال بعيد القديسة فوستينا رسولة الرحمة الإلهية الذي يصادف في الخامس من شهر تشرين أول من كل عام، حيث رفعت خلال الاحتفال الصلوات ضارعين إلى الله العلي القدير أن يحل السلام على العالم أجمع. إلى المزيد. بمناسبة عيد القديسة فوستينا رسولة الرحمة الإلهية وببركة سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي اللاتين ورعاية الأب رامي عسكري كاهن رعية سانتا كاترينا في بيت لحم والمرشد الروحي لجماعة الرحمة الإلهية وبحضور الأخت غريتا، أقامت مجموعة رسل الرحمة الإلهية لقاء روحيا شمل أعضاء مجموعات رسل الرحمة من بيت لحم وبيت جالة وبيت سحور، وذلك في مقر مركز العائلة الفرنسيسكاني. ابتدأ اللقاء في الكنيسة بساعة سجود أمام القربان الأقدس وصلاة وتأملات وترتيل وتلاوة مسبحة الرحمة الإلهية، حيث رفعت الصلوات ليحل السلام على العالم وخصوصا في ظل الظروف الصعبة وما يمر به العالم من تحديات أليمة على جميع الأصعدة. وجدنا أن كل صفحة من صفحات الإنجيل بتتكلم عن الرحمة الإلهية، واتأملنا في قصة الكنعانية اللي يسوع رحم بنتها وشفاها عن بعد، وتأملنا بمثل العبيد اثنين المديونين اللي واحد سامحه سيده ب10,000 وزنة، وأيضا بالسيد الغني الذي دعا عمل إلى كرمه حتى عمال الساعة الأخيرة أعطاه مكافأة حسنة. واستنتجنا أنه إحنا كمان في حياتنا مدعوين نعيش الرحمة الإلهية ونصلي من أجل اللي ما اكتشفوا هذه الرحمة في حياتهم. بكفيش إحنا وجدنا هذه الرحمة زي اللي وجد الكنز الثمين داخل الحقل، لكن نصلي من أجل غيرنا حتى هم يجدوا في حقل الكتاب المقدس كنز الرحمة اللامتناهي. اليوم قررنا كالعادة في كل مناسبة تجتمع رسل الرحمة بيت سحور بيت جالة وبيت لحم مع بعض حول كلمة الله، تأمل في أقوال الرب للقديسة فوستينا ونتبادل الخبرات الروحية مع بعض ونعيش لحظات أخوية حلوة كمان تحت اسم ربنا. وبعد انتهاء الصلوات توجه الجميع لقاعة المركز حيث تم الترحيب بالجميع من قبل الأب عسكري الذي رحب بازدياد المجموعات في المحافظة، مما يدل على الاستمرارية في حمل ونقل رسالة الرحمة الإلهية. تلاها كلمة الأخت غريس التي رحبت بسيادة المطران الشوملي لمشاركته هذا اللقاء. اليوم اجتمعنا احنا كرسل رحمة من بيت جالة وبيت سحور وبيت لحم هون في المركز الفرنسيسكاني حتى نحتفل مع بعض كعيلة واحدة بمناسبة عيد القديسة فوستينا رسولة الرحمة الإلهية، اللي بتدعينا هاي الرسالة انه نعيش بحياة جديدة اعمق ونعيش حسب إرادة ربنا ومشيئة ربنا اللي بتدعينا إنه نعيشها في حياتنا. وتم عرض فيلم قصير عن حياة القديسة فوستينا، ثم كلمة للمطران الشوملي الذي تحدث فيها عن رسالة الرحمة الإلهية والاهتمام الكبير بحملها والاستمرار بالصلاة والعمل على نشرها. وبعد حفل الاستقبال جرى الاحتفال بعيد القديسة فوستينا رسولة الرحمة الإلهية الذي يصادف في الخامس من هذا الشهر من كل عام. لنرسات مارلين الحدوى من المركز الفرنسيسكاني بيت لحم.